يا لا سواري ابعث شفعة وعلى شن هو انا شنو ذنبي انا حكومتنا ما تسوون حكومة يعطونهم اكل لا سوي طبعا كلها مرتشيه هنا تجين من الاقل السجون للقضاة للشرطة كلها اللي يحب يقول كلمة يتفضل. احنا اهالي المعتقلين الناشد الحكومة بعفو عام عن جميع المعتقلين طبعا. طلع الوسخ هذا الوسخ اللي الناس اللي قاعده بيه والله العظيم لا كشي لا ابد لا احترام للناس لا احترام للسجين. بس اخذ فلوس وجيب وودي وشي وهاي الناس يعني ماتت وين تروح؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. هاي الحلقة آخر حلقة بشهر رمضان، كنا نتمنى أنه نوصل لهاي الحلقة ومشاكل العراق منتهية، ونبارك لكم بالشهر الفضيل وبحلول عيد الفطر المبارك والعراقيين مرتاحين من كل همومهم. اللي حبي يتصل بالبرنامج أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، عندكم الرقم الموجود هسه هنا هذا مخصص إلى داخل العراق. الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة حاليا أرقام مخصصة إلى باقي الدول وإلى الداخل أيضا، من لم يستطع الاتصال على رقم الداخل يتصل على ذني الأرقام. أما هذا الرقم هو رقم برنامج الواتساب المخصص فقط للرسائل، أكرر فقط للرسائل، لا تزعلون من عندنا إذا ما جاوبناكم بالاتصالات في برنامج الواتساب، لكن ما أقدر أستقبل أي اتصال في الواتساب. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هو لذوي المعتقلين، عندهم مواجهة أو دا يتمنون يشوفون ولدهم بالسجون. شفتوا الحال اللي قاعدين بيه، شفتوا احترام النساء واحترام الأمهات وشون قاعدينهم بالشارع وشون الصورة اللي هم كانوا موجودين بها، وسمعتوا الامرأة اللي تقول الأزبال والأنقاض اللي موجودة بالشارع وكمية الاحترام الموجودة لهم. لكن قبل ما ندخل بموضوع الحلقة، هيئة علماء المسلمين اليوم بيان لها هنئة المسلمين في العراق، الشعب العراقي والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الفطر المبارك، وشكرت رب العالمين على أنه من على المسلمين إتمام صيام شهر رمضان المبارك، يعني وخصوصا في الحالة الاستثنائية المتمثلة حاليا بانتشار وباء كورونا في العالم. دعت رب العالمين هيئة علماء المسلمين في بيانها، دعت الله عز وجل أنه يمن على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، أن يمن على العراق بالتحرير الكامل، أنه يحقق تطلعات الشعب العراقي نحو حرية وعدالة وعيش كريم، وأنه يمن على المعتقلين والمغيبين بإطلاق السراح، ويمن أيضا على المهجرين والنازحين بالعودة إلى ديارهم سالمين. ودعت الهيئة بيانها ثوار العراق إلى استكمال ثورتهم واستعادة الوطن والحذر من مؤامرات من باعوا الوطن وسرقوا ثرواته، ومن من كانوا بيوم من الأيام موجودين ببيناتهم وغيروا غاياتهم وصاروا يحرسون الظلم والفساد ويمنعون تغير الأحوال من ذل المهانة إلى عزة الكرامة. هذا حبيت أعرج عليه في بداية الحلقة. موضوعنا اليوم هو أحب أحكي عن المعتقلين، لأنه في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم عندنا 5 أو 6 اتصالات
لذوي معتقلين، يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم، يطالبون بعفو عام عن أبنائهم، يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين من السجون. شهر رمضان خلص والناس تدعي، لكن لا حرمة شهر رمضان ولا حرمة الناس خلت المسؤولين شوية يحسون بحرقة قلوب الناس. ولا القضاء العراقي نصف ولدهم في السابق ولا نصفهم اليوم، ولا الوضع الصحي اللي يمر به البلد وباقي بلدان العالم خلى الحكومة العراقية أنه تنصف الشعب العراقي ولو مرة، ولا خلتهم يتعظون من باقي الدول اللي بيضت السجون، على الرغم أنه أغلبية دول العالم إذا نحكي عن ألمانيا أو فرنسا أو غيرها أو غيرها أو غيرها بها قضاء رصين، بحيث أتوقع أنه 90% من الموجودين في السجون مجرمين، مع ذلك طلعوهم خوفا على حياتهم حتى لا يكونوا مساءلين على حياتهم داخل السجون، بينما 99% من السجون العراقية أبرياء والحكومة العراقية ما رضى تطلعهم. أم فارس أول متصلة ويانا بالحلقة من سامراء. السلام عليكم أخي رفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أمي، تفضلي. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك عليكم إن شاء الله يا ربي. وأنت بألف خير يا ربي، وينعاد عليك بالصحة والعافية ويبارك بعمرك وعمر أولادك وأهلك وناسك والعراقيين أجمعين، تفضلي أمي. صار له من 2014 لحد الان وريد عفو الان، يعني شنو ما فرحونا؟ ليش الكاظمي ما فرحنا بالعيد؟ نعم أم فارس، إذا أمكن يعني نصيل التلفزيون واسمعين من التليفون حتى يكون الصوت واضح بالنسبة لي وإليك، تفضلي. والله ابني معتقل وصار له 3 سنين ونص ولا 6، ولا لا انطوني خبر عنه، لا خلوني واجهه ولا 6، يعني شلون جي العيد؟ جي العيد واني ما شايف ابني، وشلون يعني أطفاله طيب يمسوني؟ أم فارس إذا تسمحي لي وحدة وحدة علي. ابنك قلت لي معتقل من 2017، أيه. من وين اعتقلوه؟ والله اعتقلوه من سامرة. من سامرة، زين، ايش قد عمره هو؟ اي والله عمره يعني ماكو 25 سنة. هسه عمره 25 سنة؟ اي والله. نعم. زين، التهمة مالته شنو؟ والله لا تهمة ولا كل شيء، جو علينا بالليل قالوا، قلت لهم وين تجون بيه؟ قالوا لا المختار ورجعه وخذوه بعد ما رددوه. طيب يعني راجعتي عنه، سألتي منو أخذه، شنو قالوا لك، وين راح، بيا سجن موجود، حاكمه ما حاكمه، يعني هاي الأمور ما تعرفيها؟ كلهم رحت البغداد 5 نوبات 6 نوبات، لقينا حاسبة يقولون ماكو، ما عندنا، يقولون مو عندنا. زين، يعني هسه انت حاليا كل شيء ما تعرفين عن ابنك ولا الجهه اللي اعتقلته؟ والله جاني خبر قالوا يعني بالمطار مال بغداد، مطار بغداد، ورحنا وما انطونا نجدة عن بغداد. نعم. ونطالب بعفو العام، بس عفو العام يعني يسوون لنا حل. نعم. إذا ابنك مغيب من 2017 وليس معتقل. والله احنا يعني جانا خبر يعني هو بغداد وما انطونا خبر عنه ابد. نعم، وصلت الفكرة، وصلت أم فارس. شكرا جزيلا لك أم فارس. أم فارس عندها ولد عمره 25 سنة حاليا، يعني لما غيب بال 2017 كان عمره 22 سنة. تقول ما عنده أي تهمة ولا أي شيء، وصلها خبر أنه هو موجود في المطار ببغداد، تقول سألت عليه بأكثر من مكان وما أعرف عنه أي شيء، يعني هي الطالب بالعفو العام والطالب بمعرفة مصير ابنها وين. هاي واحدة من المشاكل اللي تواجه الأمهات وتواجه الآباء العراقيين، أنه السجون العراقية مكتظة،
لكن أغلب الأهالي ما يعرفون ولدهم موجودين بالسجن لو لا، ومن يعرف ابنه موجود بالسجن لا يقدر يواجهه ولا يقدر يشوفه ولا يقدر يطمئن على صحته ويخافون عليه. إضافة إلى أنه كثير متصلين بالبرنامج وصلوا وقالوا، اتصلوا عفواً وقالوا أنه إحنا نودي لهم فلوس ونودي لهم أكل ونودي لهم ملابس، الملابس يرجعون يبيعوها عليهم من جديد والفلوس تنخذ من عندهم. فإذا يعني حتى ماكو أمانة بالنسبة إلى السجانين. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبقاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عيدكم مبارك أستاذ أفضل، عليك وعلى الشعب العراقي وعلى هيئة علماء المسلمين وعلى القناة وعلى كادرها. يبارك بعمرك يا ربي. الله يحرر. أستاذ أفضل، بالنسبة لهذه الحكومة هي نفس حكومة عادل عبد المهدي، وهذه أسوأ منها، لأنه انتشر صورة هذه الحثالات في العراق مثل ابن العاهرس الخميني وزيادة على هذا كحنوت اليمن أنا عبد الملك الحوتي هذا المجرم القذر وحسن نصر الله في محافظة مع الأسف مع العراق جمجمة العرب. فأول شيء نحيي المتظاهرين ونحيي ثورة التشرد الأصيلة وتحية للشعب العراقي، وإن شاء الله يعود العراق والعراق متحرر من هذا الشكول القذري. وتحية لك. أجمل تحية لك أبو فيصل من السعودية، وأطيب التحية إلى الشعب العربي الشقيق السعودي وباقي الأشقاء العرب من الخليج إلى المحيط ومن الشمال إلى يعني شمالا من سوريا وفلسطين ولبنان جنوبا إلى اليمن والصومال. شكرا وأجمل تحية لكم وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. أم محمد من الفلوجة حياك الله. يا اهلا وسهلا بك يا عيني، والله والديك هلا بيك ام والديك الرحمه. عنده معتقلين اثنين. والنعم. نعم تفضلي ام. اثنين والله يا يابا ابتلينا على عمارنا، الله وكيلك الله وكيلك، ولدنا ابرياء وانظلمنا من وراء المخبر السري، ونريد من الله ومنكم هيئه علماء المسلمين يدحقون على حال امهاتكم وخواتكم العراقيه. طيب. أطفال برقبتي والله وكيلك والقرآن، أنا مرة أربع حوائل برقبتي، اثنين متوفين واثنين معتقلين. لا إله وما عندي معين ولا غير رب العالمين. طيب أمي، بداية اللي يعني ولدك اللي معتقلين الله يرحم من راح لك يا رب، إيش قد أعمارهم؟ واحد 82 وواحد 83. يعني حاليا واحد 38 سنة واحد 37 سنة. زين. اي والله. ايش قد صار لهم؟ واحد عنده طفل واحد عنده اربع اطفال. والله ونساوين برقبتي وما عندي غير رب العالمين. ايش قد صار لهم بالاعتقال؟ والله واحد صار له اربع سنين واحد صار له ثلاث سنين. ها انا على بالهم اثنين هم سوا، لا اوكي تمام. واحد اربع سنوات وواحد ثلاث سنوات، زين من وين اخذوهم؟ ايوه. والله واحد جانب كركوك وجاء علي بالرماده طلع العائله، والله وكيلك نسيبه تبلى علي. قال احكي لك العدل بعدل. نسيبه ما اخذ بنته هو تبلانا على عمار، الله وكيلك ومحمد. زين، عرفتي وين موجودين لو لا ام محمد؟ موجودين بالتاج اثنينهم. انحكموا ولا لا؟ اي والله انحكموا، كل واحد 20. كل واحد ايش قد؟ كل واحد 20 سنة. كل واحد 20 سنة. اي والله. اي والله. اي والله وانا مره وحيده ومريضه. زين ام محمد، اذا تسمحي لي 20 سنه، شنو المش يعني شنو القضيه اللي انحكم عليها او شنو تهمت او تهمه اولادك؟ تهمه اولاد تبلوهم بالوجاب وشهود عليهم التزوير. تزوير؟ شهود تبلاني عند بيت وتبلاني عراوتني على بيتي. الله وكيلك ومحمد، لو تنطيني البيت لو احكم بالتجاب. جاب عالم يعني شهود زور الله وكيلك. اوكي اوكي اوكي، بس يعني ام محمد بالمحكمه لما راحوا تهمت ابنك شنو بحيث انحكم 20 سنه؟ حطوهم بارهاب. اربع ارهاب تمام. والكتل والتعذيب الى واحد يظل ثلاث ايام معلق. الله عليك شو يصير بحاله؟ والله ثلاث ايام معلقينهم تعذيب. نعم. والشهود عندي وديت الشهود وطبقوا كلام الله، قالوا هذول ابرياء كل شيء واحنا محافظينهم يمنا. واحد من ابو غريب كان يم بيت عمته راح وجابوه من هناك اياهم يشتغل، الله وكيلك والقران خلفه مال سيراميك راحوا جابوه من هناك يمنا ورا مخبر السري. لا فيها ولا عليها. من التعذيب قال والله اني شنو ظليت بالديره؟ خو ما ظليت بالديره ذبحت العالم.
الله وكيلك ومحمد، هاي ابتلائية وهذا ظلمنا وهذا ظلم العراقيين. نعم. نعم. أريد من الله منكم بالعفو العام يفك هالأبرياء هذول، والله تعبت وأنا مريضة وعندي قليل وما إلي لا والي، والله لا أخ ولا أحد ولا موحود، وحيدة ما عندي غير رب العالم، والتجهد على الله وعليك. نعم. وصل صوتك، وصل وصل أم محمد، شكرا شكرا جزيلا لك. يعني سمعت معاناة الأخت محمد من الفلوجة، أنه هي يعني الله رزقها بأربعة أبناء، اثنين استشهدوا واثنين معتقلين، واحد منهم عمره 38 سنة، واحد عمره 37 سنة، واحد صار لأربع سنوات بالسجن، واحد صار لثلاث سنوات موجودين في سجن التاجي، محكومين اثنيناتهم كل واحد بهم 20 سنة بتهمة أربعة إرهاب، وأشارت إلى أنهم يعني عذبوهم هواية وبقوا معلقين يعني لمدة ثلاثة أيام، وقالت يعني واحد معلق ثلاثة أيام شو يصير به. الله يعينك يا محمد ويشفيك من أي مرض وأي سقم، ويطلع لك ولدك سالمين إن شاء الله يا ربي. أبو محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. والله استاذ رفع هي كل ما اسس على باطل فهو باطل. نعم. يعني الامريكان من جوي هم باطلين. من عبر القارات احتلوا بلد لا بها ولا عليها، وجابوا الايرانيين والجواسيس والخونه وياهم، فانقلبت الحلال صار حرام والحرام صار حلال عندهم. نعم. واللي يمشي على الحق صار عندهم باطل، اللي دافع عن بيته ارهابي، اللي دافع عن حلاله ارهابي، اللي دافع عن عرضه ارهابي، واللي بوق هذا مو ارهابي، الجاسوس مو ارهابي، العميل مو ارهابي، اللي جاي من عبر القارات مو ارهابي، يعني قلبوا الحقيقه. حتى القران بدلوه ذوله ناس مجرمين، خونه قتله حراميه سماسير للأمريكان وأعوانهم الإيرانيين. نعم. زين؟ يعني أكو أكثر الناس هسه المساجين هذول، لو أكو حكومة وطنية وشريفة وصحيحة أكو حكومة، هذول كل واحد يطلع يخلوا له تاج على رأسه. ذولا تاج رأس العراق، ذولا هسه تلقاهم اللي كاتل اثنين من الحلوج الأمريكان والخونة، اللي 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 وقف يدافع عن بيته، واللي وقف يدافع عن شرفه، واللي وقف يدافع عن وطنه، هذول كلهم ذولا هسه اللي بالسجون، ذولا رجال العراق. بس تعال احنا وظلوا البرة النزاية العلوج للامريكان، هم ذولا البرة هسه، والزلم الخشنة نايمه جوا، واللي نام جوا الجاع. بس ان شاء الله منزلتهم يوم رب العالمين كبيره ان شاء الله. نعم. شكرا 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 جزيلا. انت شايف هسه؟ نعم. الو، هسه هاي مال الحنطه، اي شايف انت 750 الف من الحنطه الحمام ياكلها، سمعان انت هيجي؟ سمعت بها هسه بالجديد. الو، سمعان انت؟ يعني اني حياتي كلها ما سمعان دوله يروح بلدها 750 طن الحمام ياكله، سمعان انت هيك؟ ما سمعان، هاي اول مره اسمع هيك فيلم، اول مره اسمع بالعراق. زين الحمام اذا ياكل هيك بعد ماكو حياه ماكو حياه بالبشريه كلها اذا الحمام ياكل هيك. بس انا اقول لك هذا الحمام الايراني ماكو غيره. واشكرك انا. شكرا شكرا جزيلا لك. يعني ذكر قضية الحمام وقضية 750 ألف طن، بس هي السؤال اللي ينطرح إنه 750 ألف طن كانت موجودات برا السايلوات، مشمورات بالغابات والمزارع بحيث مفتوحة أمام الحمام، لو الحمام عند المفاتيح مال قفاله مال السايلوات وطاب، يعني هي لو السايلو كان تنتهي الحمام يجي من فوق وينزل يأكل ويطلع. فهي أكو هواية تساؤلات تطرح على هذا الموضوع أخويا العزيز أبو محمد. كان من المفترض أنه أحمد يدخل ويانا من ديالة، بس انقطع الاتصال وياه، أتمنى يرجع لنا. وموجودة ويانا أم أحمد هم من ديالة، حياك الله أم أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير. ويسعد أيامك ويبارك بعمرك وكل عام وأنت بألف خير يا رب. ويخليك ويسلمك يا رب. وموجودة ويانا أم أحمد
تفضل يمه. والله احمد بن ديالة عندها معتقل. نعم. ونطالب يا اخوي بهذا العفو عيد. وشنو ذنب هاي الامهات يا اخوي؟ نعم. اي والله عندنا زين زين. ابنك ايش قد عمره ام احمد؟ مواليد 93. مواليد 93؟ نعم. يعني عمره 27 سنه. اي هو من قبل رمضان العام، قبل رمضان بثلاث ايام اخذوه. بتهمه شنو؟ صار له سنه. نعم. تهمه والله ما عنده تهمه، الله شاهد ورقيب، الله شاهد ورقيب ما عنده تهمه. يعني زين اذا ما عنده تهمه ما راجعتي عليه، ما سالتي عنه، ما عرفت الجهه اللي اخذته؟ اعرف انا الجهه اللي اخذته، اعرف الجرائم اخذوا منو؟ الجرائم اللي اخذوا عرفتهم انت. الجرائم؟ اي نعم، قبل ارادوا مخبر سري. زين. وما قبل وكسر السيم كارت مالته مره مرتين. وهو يجي برجلي، ما حد جاي اعتقل من البيت، الله شاهد ورقيب، هو جاء للبيت مالنا وراح للمركز مالتهم، الحج بيده وده. قال عندنا شويه كم سؤال وياه، وبعدين من سؤال قلبوا له اربع ارهاب. اها يعني هسه يعني التهمه مالته هسه اربع ارهاب وهسه محكوم 15 سنه، والله لا يوفقهم بيوم العيد ان شاء الله، الله لا يوفق القاضي الحكومه، الله لا يوفقه هسه. وبعد اقول وانا صايمه والله العظيم من البارحه لليوم لا فطور ولا سحور لحد الان. لا اله الا الله. نعم. يعني شنو اريد؟ خلي اذا مجرم خلي ينحكم 20 سنه 25، بس انت ياخذ لك بشر من ايدك كل شيء ما مسوي، هذا مو حرام؟ هذا وين العدل؟ اريد بس اسالك اخوي العزيز، هذه الحكومه العراقيه؟ احنا مكفين بمصطفى الكاظمي، تريد يسوي حكومه وتريد يعدل الشعب؟ بس خلي يسمع مصطفى الكاظمي باكر من يصبح الصبح ويعايد جهاله، هاي شنو الذنب هالفقره كلها محطوطه للسجن؟ صار ثلاث اشهر اليوم، هاي صار لنا اربع اشهر لا شايفينه لا ماجينه. نودى الفلوس ياخذونها، نودى الملابس ياخذونها، هاي الامانات ليش سموها امانات؟ ليش ما سموها حراميه احسن؟ ام احمد عندي سؤال محيرني اريد اسالك اياه. جواب اخوي العزيز. هسه الدين الاسلامي لما رب العالمين بعث النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام الى العالمين اجمعين، كانوا العرب جاهلية وظلم، والقوي يأكل الضعيف ويقتل الضعيف، وكانوا جهلة، يعني هم سموا جاهلية لأنه جهلة، والإسلام هو عدل. زين ذولا الأحزاب اللي دي يحكمون العراق من 2003 لليوم، هم مو يقولون إحنا أحزاب إسلامية؟ يعني المجلس الأعلى الإسلامي وتيار الحكمة وحزب الدعوة. بس بالاسم أريد أقاطعك أخويا، بس بالاسم إحنا إسلام، لو اكو اسلام صدق وحقيقه كان انطوا عفو، كان طلعوا الابرياء من السجون. تجدي العالم ايش داوى يلا تروح تشوف ولدها الله يقبل، تودي له 100,000 ما اتصله، تودي له 150 ما اتصله، تودي له ملابس هذا ممنوع وذاك يطب، تكرم شحاطه انا مديتها ثلاث مرات يرجعونها بيدي، وثالث مره اخذوها من عندي ما رجعوها، اخذوها لهم. زين ليش ذنبهم ذولا؟ ليش ممنوع هذا السؤال؟ يعني شو يقولوا لك؟ شنو السبب؟ ممنوع هذا، ممنوع الشحاطه. يابا شحاطه برجله من اخذه الى اليوم ما عنده شحاطه، شلون ممنوع يمشي حافي؟ ممنوع شحاطه، ممنوعه القميص، ممنوع التوشيرت، ممنوع يلبس السجير. رحمه لوالديك وخلي يسمعني الوزير مالنا الجديد، خلي يسمع شيل بس السجين، بس اردفتي مش شيل بس جوا. يعني ولا امرا عليك انت تقولي لي يعني مكرم السامع انه الشحاطه ممنوع، ادري وسلاح دمار شامل هو هذا انه ممنوع؟ مو انا دا اقول لك، واني مو اخ مو ام، انا اختك كبيره ومريضه، الله وكيلك نسوي عمليه مال فقرات، اروح للسجن الله وكيلك بهذام، تحب تبوس الايدين تبوس، يلا يطب الملابس، تبوس الرجلين يلا تطبب الفلوس، وتطب الفلوس ما اتصل، تروح تواجه مره ثانيه انطوك فلوسك يقول كل شيء ماكو، انطوك ملابسك كل شيء ماكو، ما حد انطاني. نعم. لمن ما تقدرون تعيشونهم ليش حاطينهم بالسجن؟
ما تقدرون تصرفون عليهم، ليش مخلينهم بالسجن؟ وباكر عيد، باكر عيد شو تقولوا لله؟ ما تريدون تخلون ميزان حسنات شويه بالميزان؟ لو كلها باطل تخلون. تعبنا الله يا اخوي، ملينا وتعبنا وما ظل بينا حيل السنه. وانا شوف لي اقول لك اخوي العزيز، السنه كلها ارهابي، سجن متروس بس ارهابيه، ماكو ما عندهم من العشرين الخمسه العشرين الا الاعدام كلها ماكو. تريد واحد يقول لك انا محكوم 10 سنين 5 سنين؟ نهائيا ماكو. نعم العدل مو يمهم، العدل يم القضاة، القضاة مو عادلين، الله لا يوفقهم. وبهذا العيد اقول الله لا يوفقهم ان شاء الله. لما يجيبون المعتقل اليمهم خليه يحكي، ليش ما تخليه تستند بس على اوراق؟ معمه هالاوراق باطله كلها، باطله تهم باطله. هسه انا اخويا وعرفه، الله شاهد علي ورقيب، لا يعرف ارهاب شنو ولا يعرف داعش شنو. كان يشتغل مكرم السامع، يشتغل بعقوبه جديده بالنفايات، يدق البوب حتى ينطونا الف، يسحب الحاويه من البيت حتى ينطونا الف دينار. هسه هو صار ارهابي؟ يعني من هاي تحول الى ارهاب؟ خل تسمع الحكومة بس، أريد خل تسمع مصطفى الكاظم، خل يسمع، مو حرام عليه؟ مو باكر عيد فرحة الأمهات، على الفطور دا تبكي الأبهات على الفطور دا، مو بس أني ومو بس قلبي محترق على أخويا. روح شوف السجناء كل شاب يذب دمعة هالكبرها، ليش؟ مو حرام عليهم؟ يعني نظل احنا هيك، نظل كل حكومتنا باطلة، نجيب مصطفى باطل، نجيب اياد علاوي باطل، نجيب ذاك باطل، نجيبنا شو نجيب بعد؟ خلي نجيب لنا واحد والله العظيم، نجيب لنا واحد من الخارج احسن لنا، نجيبه مو مسلم حتى ما يعرف الاسلام وما نعتب عليه نهائيا. نعم نعم ملينا، بس نطالب بالعفو من قناتكم الشريفه، توصل صواتنا، نطالب الكل واحد الشريف، ونقول عمي كل شيء ما نريد من عندكم، التموينيه قطعوها، راتب من رعاية تنطونا بالشهر، بالشهرين تنطونا 240 ألف هم نفرين، وأنا عمري 45 سنة يطلعوني من الرعاية، أنا ما استحق رعاية، وأنا ابنية ما متزوجة بالبيت، ليش ما استحق رعاية؟ عمي قطعوهم كلهم، ما نريدهم، بس طلعوا ولدنا، ما نريد احنا نعيش نجدي ونعيش، بس طلعوا ولدنا. نعم نعم، شكرا 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 لك أم أحمد. يعني تمرد القلب اللي قالتها، يمرد القلب. وحال السجناء الجوا لما تسمع الاهالي شو يقولون وشي يبينون للناس انه ايش يصير جوا، شي يمرد القلب. لانه ارجع واكرر انه السجن مو مكان انت تعاقب به الناس، يا 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 حكومه يا برلمانيين، هو اسمه سجن بس هو فعليا اذا دورون تعريفه هو مركز اصلاحي للمجرم، اللي القتلة، للحرامية، للي عنده مشكلة، بحيث أنت تعالجه من هاي المشكلة حتى يرجع بعد فترة من الزمن يكون سوي بين الناس ويقدر يعيش. أما أنك تعاقبه بهاي الطريقة فأنت دا تربي به نزعة أخرى مو هينة. فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدينا الكرام. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمنت بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، صدق الله العلي العظيم. نحن منذ اليوم الأول من الثورة المباركة 2019/10/1 إلى يومنا هذا قدمنا مئات من الشهداء وآلاف الجرحى ومئات المعتقلين من أجل قضية استرجاع الوطن والحقوق من الفاسدين وعادة هيبة الدولة وثرواتها المنهوبة لكي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي الذي ذاق الجوع والحرمان وانعدام الخدمات وكثرة الأرامل والأيتام وجيوش من العاطلين والخريجين بلا عمل ولا معين، كل هذا بدون أي حساب ممن أسقط
ومجازر التي ارتكبت بحق هذا الشعب المظلوم. خرج الشرفاء والمظلومين من أبناء هذا الشعب العظيم لكي يقف بوجه الظلم واسترجاع الحقوق بدون أي تعب أو ملل، وكان صمودنا مستمد من دماء شهادنا الأبرار وعينين جرحانا بدون مساومة على دماءهم الطاهرة التي لا تقدر بثمن. فهم خرجوا من أجل قضية مقدسة شرعت فيها كل الأديان والقوانين الدولية، فنحن أخوانهم على نهجهم باقون حتى يأذن الله، أما النصر أو على طريق أخواننا الشهداء. لذا فنحن ثوار الزيتون وعوالي الشهداء نستنكر وبشدة بالمساومة على دماءهم الطاهرة مقابل قطعة أرض وعشرة ملايين. فهذه الدماء تبقى سراجا منيرا لطريق الأحرار حتى تنتصر الثورة التي خرجوا من أجلها. فنحن أخوانهم لم ولن نساوم عليهم بدماءهم مقابل سقوط عروش الفاسدين وتقديم قاتليهم من جميل الشمر وعادل عبد المهدي وكل من له ايد في قمع المتظاهرين السلميين الى العدالة واسترجاع وطننا. والله ناصر المظلومين حتى لو بعد حين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانكم ثوار الزيتون وعوائل شهداء الناصرية الفيحاء. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بالبداية بالله قطعة القاع يعني ولو هي صار استحواذ على كثير قطع أراضي بالعراق، بالله هاي هينا يوزعون قطع أراضي، بس 10 ملايين يعطوني لذوي كل شهيد من شهداء ثورة تشرين، يعني الخزينة بيها 10 ملايين حتى يعطون؟ وإذا نجمع عدد الشهداء ونضربه في 10 ملايين يعني هم رواتب قاعدين يجدوها من دول الجوار، عندهم إمكانية يعطون تعويض لذوي الشهداء؟ لو ذني راح يدفعوها من جيوبهم الخاصة حتى الناس تسكت. خلي يبينوا لنا رأيهم ونتمنى مصطفى الكاظمي يطلع لنا ويبين لنا. عندنا اتصال من الصقلاوية أم محمد، حياك الله أم محمد. انقطع الاتصال يا أم محمد، أتمنى ترجعين لنا يا أم محمد. وعندنا من السماوة أبو محمد، حياك الله. الله محييك استاذ عفل، تحية ودوم. كل عام بخير وعبارك وعام سعيدة، وكل عام بخير لك ولكادر قناة الرافدين البطلة. استاذ عفل، بالنسبة للمغيبين والمسجونين والمفقودين واللي راحوا بالمقابر الجماعية، طبعا احنا كل ما نتأمل نقول رئيس وزراء جديد يجي للبلد ويخلص الناس من هذا الظلم ومن هذا الطغيان اللي أصاب أكثر شيء مناطقنا بالوسط وفي المناطق الغربية. نعم. يعني أصبحت وبالا عليهم شغل تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من المسميات الأخرى. يعني الى متى تبقى هاي الناس؟ شنو الذنب هاي العوالي اللي تتصل وتقول احنا ابنائنا مغيبين واللي محكوم 20 سنه واللي محكوم مؤبد واللي محكوم بالاعدام؟ وانا متاكد كل اللي اتصلوا بيكم بهاي الحلقه والحلقات السابقه اللي خصصتوها لهذا الموضوع، والله انا اجزم لك انه ناس ابرياء وما لهم كل دخل بالارهاب ولا عندهم علاقه بالارهاب. لان هذول عدم عقده، عقدة الشعور بالنقص والعقدة من الإسلام اللي هم الفرس المجوس اللي يحكمون لها سحاليا اللي انتقموا من الناس. أهل المناطق الغربية داموا اللي يسقونهم هاي التهم مال أربع إرهاب بحجة انتمائهم للتنظيمات الإرهابية. نعم. حتى بعد ما يتورون ولا يقولون أي شيء ولا يطلعون بأي مظاهرات وحتى ما يبطلون هاي الشغلات. وبالمناطق الجنوبية نفس الحالة، المناطق الجنوبية ما يلصقونهم أربع إرهاب، قاموا يقتلونهم قبل بالشارع، يضربونه طلقة أو دخانية ويقتلونه وينتهون من عنده، يصفونهم بالشارع. لأن هم يقتلون لأهل الجنوب وقادرينهم. إيه. ف ما أتطور أنه أكو حد بالمستقبل القريب، خاصة ويا هذا مصطفى الكاظمي اللي شفتوه أنتم قبل أيام لما نزع سترته
يوم العلم ينزع السلاح الميليشيات، شو هذا نزع سترته ولبس لباس الميليشيات، ولا وكأنه ولا مستحي، وعنده مسألة طبيعية جدا. وأنا متأكد أبدا ما راح يوفي بعودة، لأن أولا هو فترة قصيرة وإنسان ضعيف، ومبين من كلامه المتلكئ اللي يطلع بخطاباته السخيفة ورسائل اللي يوجهها قبل يومين سمعتوها أنتم وشفتوها، شلون ركيكة، رسائل ركيكة، ومبين مو هو الكاتبها بيده، ناس قاعد تكتب له. وأنا متأكد أنه ما عنده كل قابلية لأي كلمة أو أي خطبة يتوجه بها للناس والشعب العراقي، وعند الحلول الكافية واللي يتلوح بالأفق أو بالمستقبل القريب. نعم. أنا أعتقد أنه الكاظمي ما راح يكون عنده أي حل، والأمور جاية تتفاقم. وشفتوا أنتم هم أيضاً مصلتكم عن طريق المصادر الإخبارية أنه متهيئين لقطع رواتب الموظفين وتقليلها، وهو هذا إجراء. ووزير ماليتنا اليوم بالمملكة العربية السعودية رايح، ما أدري شو يسوي، يستجدي، ما أدري، هم يذكرون أخوتهم العربية بس وقت الاستجداء، ووقت من يعني يصير مشاكل قصة السياسة أو القضايا الأمنية أو الحدودية بيننا وبين هاي البلدان، يصيرون هم وين إيران ضد هاي الدول العربية. هذا اللي قابلنا من عدن. نعم. فما أعتقد أستاذ أفل أنه العراق إلى مستقبل ويا هذولة. وأنا أتوجه من خلال قناتكم أنه للمتظاهرين أنه أقول لهم ترى السلمية ما تفيد بعد. السلمية وهذول الأوباش وهذول الأنجاس اللي يجونا من إيران ما يفيد وياهم ولا يفيد أي شيء وياهم. لازم نخلص من عندهم بقوة أكثر من النداء السلمية. ما أشوف السلمية أكو حل وياهم. أنا هذا رأيي، هذا اللي توصلت إليه بالفترة الأخيرة، يعني جاي أشوفهم أنه ناس ما لهم حل غير إلا أنه الكفاح المسلح وياهم. الشعب مسلح وعنده سلاح، ليش الظالم؟ يعني ليش ما يطلعون ما يظهرون قوة أكثر من هذه القوة؟ هو شو باقي في العراق؟ شو ظل بي؟ ما ظلش كورونا وهذا الغضب الرباني وهاي الأمور الاقتصادية اللي تخص النفط وضبط أسعار النفط وكل الأمور، يعني هي ضد المواطن وضحية المواطن. المواطن يعني شو الإمكانية؟ شو المنتظرة؟ نعم. لازم ينهضون العراقيين، لازم يتكاتفون كلهم ويتخلصون من هذه الطغمة الباغية اللي جتنا من إيران، اللي هي تحكم ولاهم لإيران، دول السفلة يعني حشاكم، دول المنحطين. يعني ليش وقت نضل احنا هيك؟ لازم الشعب يوصل صوته، يعني لازم ينهض بقوة، ما يبقى دائما ساكت ومتحمل هاي الأهانات وهاي الذلة وهذه المذلة من قبل هاي دولة اللي طيب. هم نعم ما يسوانهم فلس. وصلت الفكرة. شكرا لك أبو محمد. أم علي من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أشكر قناتكم الشريفة بعد عمري، وكل عام أنتم بألف خير. وأنت بألف خير يا ربي، وصحة وسلامة عليك يا رب. يا الجميع يا ربي. عندي سجين سبق خابرتك، مواليد مشاجرة. نعم. مواليد 99، صار له 3 سنين حكم القاب. زين، قضيت دعوة شرف. واني من يعني حتى من اجى العيد اني خابرني ويبكي، يقول لي يمه مدى الشعرون فينا بالسجن هنا جوا يمه. والله يا اليوم اني ميتة قال على كلمته، يقول لي يمه انت مدى زين استاذ اليوم اوديها ما يوصلوني علي، يقول لي يمه دسيلي فلوس تسويلي، وصل هنا وصل اشتري ملابس بطل المي البارد البطل 5000. والله والله
أنا داموت والله يا أمساك داموت علي صغير صغير 20 سنة تعب مجرمية القاضي تعب مع 20 سنة قضيته مشاجرة دعوة شرف لأن أنا مصطفى كاظمي يسمع صوته يسمع صوت الأمها يصبوا العيد ولدنا ماكو بتجونا طبعت شمال 5 أشهر ما شايف تاني قبل يومين خاف يقول لي يمه شعري بيا يمه ما دا اعرف ايش يصير بيا انا متعب استاذ وصل صوتنا الله يخليكم الله يخليكم من منبركم الشريف احنا ما عندنا غير الله وانتو دا ناشد بيكم وصلوا صوتنا خلي بيض السجون نعم. عاد عمري أشكرك شكرا شكرا جزيلا لك أم علي. تحول لي رسائل الواتساب. عندي أول رسالة وصلت اليوم. السلام عليكم، أني أناشد حكومة ليش ما تفرحونا وباكر عيد وطلعون السجينات من النساء خطية عندهن أطفال، والله تعبنا وخلصت قلوبنا من القهر. وياكم أم نور من بغداد. رسالة أخرى، السلام عليكم، وديني وديني البغداد، روحي روحي مشتاقة البغداد، تصبحون على خير ونعيم، كل عام وأنتم والعراق والإنسانية بألف خير وسلام وتقدم. شكرا جزيلا لهذا البرنامج. السلام عليكم أخي، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله فرج على كل المعتقلين. أنا أخويا صار 13 سنة في سجن الناصرية، الله أكبر عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. أني أم أنس، وين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كذاب، ليش ما يطلع السجناء؟ السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير والشعب العراقي بخير والعالم أجمع بخير. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، الاحتلال الأمريكي الإيراني الإسرائيلي مع لقطاء بريطانيا من المحسوبين على العراق وشعبه متفقين على تدمير العراق، تدمير شامل بالبنى التحتية والخدمات وسوء الإدارة وتدمير نفوس الشعب على شكل صفحات تنتهي صفحة تبدي صفحة أخرى. هؤلاء الأقزام بالخضراء هم أداة الاحتلال المذكورة، هم ليسوا أصحاب قرار الوضع الحالي في العالم، لم يحرك ضمير هؤلاء. إذن يجب على الشعب أن يتحرك على الاحتلال وأعوانه عاجلا غير آجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. أستاذ، آلاف من المعتقلين الأبرياء لا زالوا ينتظرون الإفراج من برهم صالح سيء الصيت أو رئيس الوزراء المسير، كونهم يعانون من ظلم القضاء وسوء أوضاعهم في داخل السجون وحراسها من الميليشيات القادرة. إن شاء الله الفرج قريب والخلاص من المرجعية الطينية والأحزاب والميليشيات. تحياتي لكم، أبو عمار من السويد. السلام عليكم، أنا زوجة معتقل، زوجي مظلوم ظلم بحكم وحكمه إعدام، وهسه صار 7 سنوات أناشد من خلال منبركم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإفراج عن جميع المعتقلين، والله هم مظلومين، أريد أن نفرح أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم، والله تعبنا هو بالسجن تحديدا بسجن الناصرية وما نعرف أخباره، لا مواجهة ولا أي خبر عنه ولا هو يعرف أخبارنا، وأتمنى أن يوصل صوتنا. وشكرا جزيلا، تحياتي لكم، أم عدنان من بغداد. أبو يسرى من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين، تحية طيبة لأهالي الأنبار أهل الغيرة والكرم. لماذا هذه العصابات والحشود الإيرانية الرافضية تعتقل الأبرياء وفي الثمانينات من الحرب العراقية الإيرانية، وهي الحرب التي جرعت الإمام الشيطاني كأس السم، وأهالي الأنبار كانوا يدافعون عن أهالي الجنوب، ما راح أقول الكلمة القائلها، عندما احتلت إيران الفاو فليسمع الحشد وليسمع أهل الجنوب. قال الرصافي رحمه الله على الكلاب كلاب على أبناء جلدتهم أسود وعبيد للأجنبي، وعلى أبناء جلدتهم أسود، والعراق وقف وقفة أسود ضد العدو الإيراني، واليوم الحشد يرفعون صور علي خامنئي لعنه الله وصور الخميني عدو الله في شوارع العراق، والروافض هم الذين ثبتوا أمريكا وإيران في العراق، وهذه بصمة عار على جبينا. وشكرا لكم. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، يا رب النصر والتحرير الكامل لكل عراقنا الجريح بإذن الله. اقتربت نهاية هذا النظام، لأن الله تعالى حق وينصر الحق. الجيش الآن في أغلب مناطق بغداد يتهجم على الناس والمحلات ويأمرهم بالغلق، الله وكيلك. قبل شوية شفناهم ونزلوا صبات وانتشروا بالشوارع، وكل هذا الشيء معناه النهاية اقتربت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعافيكم، تعطوني أو بعثوا لي رقم أم أحمد من ديالة تكون سرعة لو أساعدها لو بقليل من المال، وجزاكم الله كل خير، أخوكم مداح. الله يعينها ويعين شعب العراق العظيم على البلاء العظيم، يا ربي أفرج عن أهلنا في العراق وأكشف الغم والهم عنهم يا رب العالمين. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا أحمد بن الصقلاوية حي البعكاش، عند 750 شخص مفقود أثناء تحرير الصقلاوية، نطالب الأستاذ الكاظمي بكشف مصيرهم لخاطر الأطفال اللي بقت بلا أب بلا أخ. أستاذ أتمنى جدتي غناتكم لأبو عكاش لنقل معاناة عوائل المفقودين. أستاذ أنا أشكرك جزيل الشكر، لا شكر على واجب أخي العزيز. السلام عليكم، عيد مبارك على جميع قناة كاد الرافدين، نناشد قناتكم إيصال أصواتنا إلى الكاظمي والحلبوسي ولجميع السياسيين لإطلاق سراح أبنائنا السجناء، والله 95% منهم أبرياء، وهذا عيد الفطر المبارك، فرح الأمهات العراقيات بالإطلاق بإطلاق سراحهم أبنائنا المعتقلين، والله كتلنا القهر، والله تعبنا. مساء الخير أخي الغالي أفل، ممكن تقرأها؟ أنا أم سيف من الدورة، شوف منذ متى يلعبون بعقول العرب، مع الأسف كل عام وأنتم بألف خير. طالب دكتوراه عراقي ينبش في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية بحثا عن وثائق تعزز اطروحته عن تاريخ العلاقات بين بريطانيا والعراق، وجد مذكرة سرية تعود لعام 1906 رفع حظر النشر عنها لأن عمرها أكثر من 50 عام، مرسلة من الممثلية البريطانية اللي كانت ولاية عثمانية آنذاك، وتقول نشبت معركة طائفية بين تجار الشورجة في بغداد، والآسف أختي العزيزة الرسالة طويلة بس هي عن معركة بال1906 بين تجار الشورجة، سببها إلقاء شخص مجهول سمكة في الشط وما أعرف شنو، فأنه البريطانيين دخلوا بالموضوع. شكرا جزيلا إليك، بس ما أقدر أقرأها كاملة. يعني شهر رمضان بحرمته وبركته، والناس تعرف هذا الشهر جد عزيز وهو شهر الله، يعني الحكومة العراقية ما سمعت الشعب العراقي ومعاناة الشعب العراقي ومناشدات الشعب العراقي. يا ترى بعيد الفطر راح يسمعون الشعب العراقي لو لا؟ تبقى الأيام هي التي تثبت لنا. نلتقيكم إن شاء الله يوم غد بنفس البرنامج، صوتكم في أمان الله.